السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع تليمسان وبالضبط في منطقة غار روبان تقع في جبال العصفور، إذن بمنطقة بني بوسعيد بولاية تليمسان. إذن وهذه المنطقة اللي تعرف بغنائها في المناجم، وخاصة منجم الرصاص اللي كان يستغل في الفترة ما بين الرومانية وإلى مجيء الاستعمار الفرنسي، حيث يتواجد فيها قلعة من قلاع الحراسة التي يعتقد أنها تمت بنايتها في القرن الثامن عشر ومن طرف عمال إسبان اللي كانت عندها المهمة نتاع الحراسة نتاع المناجم نتاع الرصاص اللي كانت تستغل في تلك المنطقة. إذن نعرفكم بهذه الآثار يعني الضخمة اللي فيها تتميز فيها قناطر وفيها ممرات أرضية تؤدي إلى القلعة، وكذلك اللي فيها نظام نتاع مجاري المياه. للعلم أن المنطقة هذه نتاع غار روبان تقع في جبال العصفور، إذن بمنطقة بني بوسعيد بولاية تلمسان. أترككم تتبعون والسلام عليكم.